حصل وانت نذرت نذر مطلق ما انتش معلق على شيء. قلت والله يعني ربنا كده ان شاء الله يكرمني وبإذن الله سأصوم بداية من سنة 2024 ثلاث أيام كل شهر. أنت مش معلق النذر بتاعك على شيء أهوت، ولكنك أوجبت هذا على نفسك. أصبح الأداء لهذا النذر إيه؟ واجب. وهو ده اللي ربنا قاله يوفون بالنذر، وده اللي ربنا قاله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، لأنك عملت عقد بينك وبين بين ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده اللي ربنا قاله في الآية الأخرى بتاعت سورة الإسراء، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ضربنا المثل ده الأسبوع اللي فات، لما شايف نفسه شبابه قوي فأراد أن يصوم الدهر، فالرسول قال له لا ما ينفعش، مفيش حد يصوم الدهر أساسا لأن في أيام لازم تفطرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له صم ثلاثة أيام من كل شهر، ما تجيبش على نفسك شديد قوي، خليك على ثلاثة أيام. قال أنا أطيق أكثر من ذلك، احنا شباب وعندنا القوة والعافية ويعني هي الدنيا فيها إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم الاثنين والخميس. انت هتوجب شيء على نفسك فخليك حنين على روحك شوي. قال له لا أنا أطيق أكثر من ذلك. قال له إذن خير الصيام صيام مين؟ داود، صم يوما وأفطر يوما. قال أنا أطيق أكثر من ذلك، فلم يوافقه النبي على أكثر من ذلك. بعدين عبد الله بن عمرو بن العاص كبر وسنه تأدي وصحته بدأت إيه؟ تخف، والصيام بقى بالنسبة له مجهد ومتعب، لكنه ما يقدرش يخرج لأنه أوجب هذا على نفسه. فقال بعدما كبر يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.